الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الأهل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولا، بعد شكري لله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على الحضور بين أيديكم، أشكركم جميعا على استضافتكم لنا وترحيبكم بنا في هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته وفي دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله تعالى أن يتولانا جميعا برحمته وأن ينزل علينا السكينة ويتغشانا بالرحمة، إنه تعالى جواد كريم. أما كلمتي إن شاء الله تعالى فتكون حول حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. معنى الكلام إنه داير تعريف أو توضيح للإسلام ما يحتاج معه إلى زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. الجوامع يعني الكلمة اللي بتكون مفردات بسيطة لكن بتجمع معاني عظيمة جداً، ولهذا ما من أحد أفصح لسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. قريش هي أفصح بطون العرب، وهو أفصح قريش صلى الله عليه وسلم. فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. جملتين: آمنت بالله، والثانية ثم استقم. الاثنين ديل يا اخواننا نحن لو قدرنا عليهم ما عندنا مشكلتان، ولكن لما نجي نفصل ونشرح في امور لابد نقيف معها ومحطات لابد ننزل فيها. أولا، قل آمنت بالله. آمنت بالله، ما هو الإيمان بالله؟ العلماء قالوا الإيمان بالله يتضمن أربع أمور. أنت عشان تقول أنا مؤمن بالله في أربع أشياء مهمة. الأولى، أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وما تبقى كالملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، عندنا اللي بيسموهم الشيوعيين، أولادنا اللي بيمشوا بيدرسوا في الجامعات حيقابلوا أشكال زي دي، ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله ويعتقدون أن الكون
بنظامه وترتيبه جاء بالصدفة أو البيخلق والبيهلك هي الطبيعة. طيب، فالأولا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا لم ينكره إلا القليل من بني آدم، قليل جدا آمن به المؤمنون وآمن به المشركون وآمن به الجميع إلا القليل النادر. حتى فرعون مش كافر كبير، لكن كان يقر بوجود الله. إبليس مش كافر وهو أكثر الكافرين، لكن كان يقر بوجود الله ولا لا؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن معترف بوجود الله ولا لا؟ لأنه بيدعو في ربنا، قال ربي ربي، ومعترف إنه شنو كمان؟ إنه ربه. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. طيب فرعون ربنا قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها شنو؟ أنفسهم، جحد بلسانه أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن في قلب جوه ربنا قال واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. موسى عليه السلام لما ناقشوا قال له لقد علمت، يعني أنت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني ملعون. طيب، إذن النوع الأول أو المحطة الأولى اللي بنقف عندها أن نعلم ونقر جميعا بوجود الله، والحمد لله ما من أحد ينكر هذا. طيب الثانية أن نؤمن بربوبية الله. الربوبية ما هي الربوبية؟ كلمة رب معناها السيد في اللغة العربية. لما أقول رب الدار أو المرأة دار تعرف نفسها تقول أنا ربة منزل، يعني شنو ربة منزل؟ سيدة، سيدة المنزل. ورب الدار معناه سيد الدار. وسيدنا يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز قال إنه ربي، لما المرأة جاءت تراوده عن نفسه ودائرة تعمل معه الفاحشة، قام قال لها أشار لها لزوجها قال لها إنه ربي أحسن مثواي، الراجل ده زوجك مقعدني أنا في البيت وأكرمني وأحسن إلي. قال لها إنه ربي، ربي هنا ما معنى إلهي، لا، الرب معناه السيد المالك. طيب نؤمن نقر نحن بربوبية الله. ربوبية معناها السيد الخالق المدبر للأمور كلها، وهذا النوع من أنواع التوحيد أقر به المؤمنون وأقر به المشركون. حتى المشرك الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين ناس أبو لهب وأبو جهل وناس عقبة وناس النضر وغيرهم ما كان بينكروا الكلام ده، يعني ما في واحد منهم قال الله ده ما خلقنا والله ما بيرزقنا، لا، ولا في واحد منهم قال اللات هو اللي خلقنا أو العزة هي اللي خلقتنا أو منات هي اللي خلقتنا، لا أبدا، كانوا مقرين بأن الخالق هو الله والرازق هو الله. قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله،
قل من رب السماوات والأرض قل الله كانوا مقرين ما بناخذ في معلومة زي دي. قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من اللي بيقولوا دين. لاحظ أول الآية ولئن سألتهم يسأل منو؟ المشركين. المشركين ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألتهم اللي بينزل المطر من السماء منو؟ واللي بيملك السمع واللي بيملك الأبصار واللي بيخرج الحي من الميت واللي بيخرج الميت من الحي لو سألتهم عن ده كله اللي بيعملوا منو؟ فسيقولون الله. لاحظوا مع انهم شنو؟ مشركين. مع انهم مشركين فسيقولون الله. اذا في الجزئيه دي ما عندهم مشكله هم، وده ما محل شركهم. طيب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم، لو قلت لهم اللي خلقكم منه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بيقولوا الله برضو، مقرين معترفين بأنه الله سبحانه وتعالى بيخلقهم وبيرزقهم. طيب إذن هذا النوع من أنواع التوحيد أقر به أيضا المسلمون والمشركون. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، أو من الأشياء المهمة في الإيمان بوجود الله أو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى توحيد الأسماء والصفات، وده كمان فيه مشاكل. انتبهوا ركزوا معي في المعلومات دي. طيب توحيد الأسماء والصفات هو أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه في القرآن أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ما نزيد من عندنا. مثلا ربنا سمى نفسه السميع العليم، دي من أسماء الله، السميع العليم الخبير البصير العلي الحكيم المتعال الكبير، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. مش موجودة في القرآن؟ نعم. موجودة في السنة؟ نعم. خلاص هذه من أسماء الله. طيب النقطة الثانية، لا نسمي الله سبحانه بما لم يسم به نفسه. أي اسم من الأسماء ربنا ما سمى به نفسه أو ما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم لا نسميه به. عند الدجالين والمشعوذين لما تقرأ في البخرات اللي بيكتبوها دي يقول لك يا ليلى ليلك جكن. ليلى انت قال قاسم با منه؟ قاسم با ربنا. وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بيسموا ربنا ليلى وسعدى وسلوى وسلمى ولبنى، دي أسماء نساء كمان يسموا بها ربنا. شكد ربنا قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد ما هو؟ الإلحاد هو الميل الانحراف. شكد عندنا في القبر اللحد. ليه سموا لحد؟ لأنه بالجنبة مايل. ما تلحد في الأسماء والصفات. تلحد لو أضفت اسم من عندك ألحدت، لو أنكرت اسم من أسماء الله ألحدت. طيب هذه الأسماء انتبهوا يا أخواننا، هذه الأسماء لها معاني. ما من اسم من أسماء الله إلا وله معنى غير الاسم الآخر.
ما متطابقة في المعنى. مثلا الحكيم يختلف من معنى العليم، يختلف من معنى السميع، يختلف من معنى البصير. أي واحد عنده معنى براو. والمعاني دي نحن بتفيدنا في فهم القرآن ذاته. أضرب لكم مثال أو مثال مثالين كده، فيها معاني عجيبة جدا في القرآن. الفقهاء استنبطوا مسألة إنه الناس قطع الطرق، لو الواحد منهم بيقطع في الطريق والحكومة قبضت عليه بينهب مال الناس وبيقتلهم في الطريق، والحكومة قبضت عليه وهو ينهب، ده بيطبق عليه الحد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اسمه حد الحرابة، صحيح؟ حد موجود في القانون. طيب، لكن قالوا اللص بتاع النهب ده لو تاب قبل ما الحكومة تمسكه ده بيعفو عنه. الكلام ده جابوه من وين؟ قالوا ربنا قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الأسماء اللي في آخر الآية دي، إن الله شنو؟ غفور رحيم، عندها معاني. قالوا لما ربنا قال إن الله غفور رحيم، معنى الغفور يعني ربنا اللي بيغفر الذنب، والرحيم أي الرحيم بعباده. طيب، قالوا معناها لما ربنا ختم بها الآية معناه إنه ده لو أنتوا قبضتوا بعد ما تاب ما تغيم عليه الحد، لأنه ربنا قال في الآخر شنو؟ إن الله غفور رحيم. إذن عندها معاني ولا ما عندها؟ أديكم مثال أجمل من ده في الاستنباط. يعني الأصمعي عالم من علماء اللغة العربية، قال يوم من الأيام بيقرأ في القرآن، جاء في سورة المائدة قرأ الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الأصمعي قال: والله غفور رحيم. جنبه أعرابي صار على السليقة ساي لكن بيفهم وما حافظ القرآن، قال: ما هكذا يا أصمعي. قال له: الآية دي ما كده. لماذا؟ قال لي: المعنى ما بيستقيم كده، لأنه قال: والسارق والسارقة اعملوا شنو؟ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الأصمعي قال: والله غفور رحيم. الأعرابي قال: لا، ما هكذا، وما حافظه. ليه؟ لأنه غفور رحيم ما تتناسب مع شنو؟ مع القطع. قال لي: والله عزيز حكيم. عزيز عز فحكم فقطع. الأصمعي قال: طوالي رجعت، قال للمعنى بتاعه، لقيت الآية الصحيح: والله عزيز حكيم. لأنه الآخر بيتناسب مع شنو؟ أيوة، يتناسب مع معنى الآية. الأعرابي قال لي: وعز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. قال له: لو معناها غفور رحيم ما كان بيقول لك اقطع. إذن يا أخوان، الأسماء عندها معاني ولا ما عندها؟ طيب، أديكم ثاني مثال. ربنا سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء، الآيات، إلى أن قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز المرة اللي بتمرق عن سيطرة الرجل، خلاص بقت ناشز، أنت وين؟ تقول لك: مالك ومالي، تعال البيت، ما جاية. انت لما مرقت ما كلمتني ليه؟ مرق الساي ولا كلمتك. دي اسمها ناشز، نشزت عن طاعة زوجها.
ربنا قال واللاتي تخافون نشوزهن اعملون شنو؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دي درجات بتاعت تأديب. واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني الدرجة الأولى لو أنت وعظت سمعت الكلام الحمد لله خلاص، ما سمعت الكلام قال واهجروهن في المضاجع، طيب برضو ما اسمع نفع فيها، قال واضربوهن، لكن ما بالعكاز، ها ما بالعكاز، واضربوهن ضرب خفيف كده بالعمة، ها كده حاجة يعني ما تعوقها. طيب قال واضربوهن فإن أطعنكم. طيب لو سمعت الكلام انتبه للآية، قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. لاحظ آخر الآية شنو؟ إن الله كان عليا كبيرا. علاقة شنو بالآية؟ يلا ركز معي. هي المرد انت وعصتها ولا اديتها جلدة خفيفة، وفي النهاية فإن أطعنكم سمعت كلامك بعد ذاك ما تتعدى عليها، يعني بعد ما انضبطت وسمعت الكلام ما تتعدى عليها وما تستخدم قوتك انت عليها، انت ما راجل قوي والمرة ضعيفة، ما تستخدم قوتك عليها، ولو انت اتعديت عليها واستخدمت قوتك عليها ربنا قال لك اتذكر ان الله كان عليا. انت ما فوق المرأة، انت اعلى من المرأة، لكن قال لك خذ في بالك ان الله كان عليا، الله اعلى منك، كبير اكبر منك، عشان ما تفتري على المرأة وتظلمها. اذا يا اخواننا الاسماء والصفات لها معاني، عشان كده نحن بنقول عشان نكون مؤمنين بالاسماء والصفات، اولا ما نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دي الأولى. اثنين ما ننكر اسم من الأسماء اللي ربنا سمى بها نفسه أو صفة من الصفات. ثلاثة نؤمن أن لهذه الأسماء معاني، ما كلها معنى واحد، لا عندها معاني. طيب وبعد ذلك لا نؤول المعاني، معاني الأسماء ما بنغيرها. مثلا صفة الاستواء على العرش، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، معناها على أي الله في العلو فوق السماوات، ده المعنى. طيب واحد يقول لك لا ده ما المعنى، لابد نأول، نأول المعنى، لا يجوز تأويل المعاني. ربنا قال استوى خلاص نقول استوى، معناها شنو؟ نقول معناها على وارتفع وهو في العلو المطلق فوق كل شيء. قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، آية في سورة الأنعام. إذن نؤمن بهذا، ده توحيد الأسماء والصفات. الجماعة لخبطوا والغوم لخبطة شديدة، ينكروا الاستواء ووحدين ينكروا الصفات ووحدين يأولوا الصفات، وحدين يقول لك ما تفسر القرآن كده، خوفوا الناس في الخلاوي تحت الدجل، يقول لك ما تفسر القرآن، ما تفهم القرآن، كيف ما أفهمه؟ ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه؟ ليتدبروا آياته. يقول لك شايف ود فلان داك فسر له آية جنة بقى بلقط في الأكياس، ده يا إخوانا من التلاعب، وده من تنفير الناس عن القرآن، القرآن بجنن زول يا ناس. ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب بتطمئن بذكر الله سبحانه، ما بجن ده بيكون جننوا الحجبات اللي بكتبوها دي والبخرات، شيء ما مفهوم ذاته، شعوذة ودجل، ده بجيك له في وقته. طيب النوع الثالث قلنا من أنواع أو من المسائل المهمة في التوحيد
توحيد الأسماء والصفات. النوع الرابع والأخير عشان نكون كملنا شرح قل آمنت بالله. الرابع توحيد الألوهية أو العبودية. معناه شنو؟ معناه أن يصرف العبد جميع أنواع العبادة لله. الصلاة عبادة تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي الذبيحة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة لله والدعاء كمان لله. لمن تدعو ترفع يديك دار تدعو تدعو الله سبحانه وتعالى، لا تدعو غير الله. ودي المشكلة الآن الكبرى، أكبر مشكلة في مذهب التصوف دعاء غير الله، أكبر مشكلة عندهم. لأنه علمهم شنو؟ علمهم ينادوا الفقراء والشيوخ الحيين والميتين. قال في الليلة الهادي بنادي سيادي، جملة وفرادي، يعني بناديهم واحد واحد يا فلان ويا فلان ويا فلان، وبناديهم بالجملة يلغوهم كلهم. ولاحظ بناديهم بتين، قال في الليلة الهادي. الليلة الهادي ده وقت السحر، ده انت عارف وقت إجابة الدعوة. لو سأل ربنا ربنا كان أداه طوالي. لا ما بيسألوا الله، بنادي الغوم. قوم يا أخي قال ناديهم لي. وده زي ما قال واحد من أخواننا، قال ده مشرك وكسلان، ده مشرك وكسلان. قال لي قوم براه ينادي، انت دار تنده أنجب براك، قوم نادي. قال له قوم يا أخي ناديهم لي. أهل الله البزيل البي، والله لا بزيل البيك ولا أي حاجة، كذاب ساي يا أخوانا. كده نرجع للقرآن، شوفوا الأنبياء كان بيدعوا كيف. الأنبياء وقعوا في ابتلاءات عظيمة جدا. أيوب عليه السلام أصابوا البلاء والمرض لحد ما قيل إنه بتقطع لحمه من المرض. وكانت زوجته بتمشي بتشتغل عشان تجيب له الأكل هو يأكل. حتى ذات مرة قالوا ما وجدت من تعمل عندهم عشان تجيب الأكل من الحلال لزوجها. قيل كما ذكر في الإسرائيليات فقطعت من ضفيرتها من شعرها وباعته وأتت بطعام لزوجها. فعندها قال أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قال فاستجبنا له. شوف في اللغة العربية الفدي معناه سريع مباشرة، فاستجبنا له. ربنا عمل له شنو؟ فكشفنا ما به من ضر. أول حاجة ربنا شفاه هو، ووهبنا له أهله، ربنا رجع له أهله ومثلهم معهم وزيهم كمان تاني رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا أداه. لكن أيوب ده ما نادى غير الله. زكريا عليه السلام وهو كبير في السن ويشتكي إلى الله، إني وهن العظم مني. زول لما يكبر عظمه بيرق وبيتعب، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. شوف لها الكلمة دي جميلة كيف. قال لي يا ربي أنا بدعاك ما ببقى شقي، ده بدعاء ربنا. بعد ذلك دخل على مريم عليه السلام، لما دخل عليها قال وجد عندها رزقا. الرزق اللي قاو عندها ده قالوا فاكهة الشتاء في الصيف، يعني مستحيل يكون عندها رزق بالصورة دي. وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا، ده من وين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العلماء قالوا هنالك
هنالك معناه في الوقت ذاك لما زكريا شاف إنه ربنا جاب لمريم الأكل المستحيل يتلاقي في وقت زي ده مستحيل. الساعة تخيل يا دوب عندنا الرشاش بدأ هنا يا دوب لو جبتك زول خدت له بالطيخ قدامه جبته من وين؟ يقول لك والله بس جابوا لي الله الأيام دي بالطيخ ما في هنا يعني إلا زول مش جابوا من منطقة تانية لكن هنا في المنطقة دي ما في كويس. لما زكريا عليه السلام شاف إنه ربنا جاب لي الأكل المستحيل ده ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه طوالي دعا ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء طوالي طمع فيما عند الله. أسا يا أخواننا نحن لو لقينا زول ربنا أكرمه زي ده عشان تعرف الغوم دي اللي أخبطوا الدين كيف لو لقينا زول ربنا أكرمه زي ده دي كرامة عظيمة جدا كرامة مريم عليه السلام. الناس هنا بنده الزول ولا بنده الله؟ بتعلقوا في الزول لا انت كان الله اكرمك بحاجه زي دي والله تبقى في التحلك من الجماعه ديل بيقعدوا ينادوك يعني زي ديل جزاك الله خير زي ديل بيقعدوا يندهوا طوال يا مريم ويا مريم تلحقينا وتفزعينا ونحن في حواك وادعي لنا انت ما تعلق بها. قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هناك طوال ربنا سبحانه وتعالى قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أها بعدها طوال شنو فاستجبنا له طوالي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذن يا أخواننا الدعاء عبادة عظيمة. يومك تقعد تنادي لك في سيد قبة ولا سيد بنية ولا سيد بيان بيان ده ما في شيخ ذاته كمان تلقى قنايتين معلقات فين رايب يسوي كده ما في شيخ جوا تلقى الحلة كلها خايفة يقول لك تعرف أبويا الشيخ بيان هنا في شنو هنا الله يقول لك بيان في المحل ده هنا يعني أبوك الشيخ جاب يتحيد في شنو بالضبط ما في اي حاجه. شو تعرف العقائد دي لما تكون خربانه اي شيء بيكون خربان ثاني. خايف ناس خايفين لهم من دولقان كويس. المهم عشان كده اخواننا توحيد العباده وده اهم انواع التوحيد لانه الخلاف بين الرسل وبين اقوام في التوحيد ده توحيد العباده. ما تدعو الا الله سبحانه وتعالى في وقت الضيق والشدة ما تدعو إلا الله. انت عارف في ناس من المشركين الأوائل والله أخير من ناس كتار الصديقة عاملين فيها مسلمين لأنه ديلك وقت الشدة والضيق ما يسألوا إلا الله المشركين ذاتهم. تقال القصة بتاعت إسلام عكرمة ابن أبي جهل شنو؟ عكرمة ده كان مشرك حياة أبوه لحد ما أبوه مات أبو جهل فرعون الأمة وبعد ذاك بزمن وأسلم متأخر جدا بالمناسبة بعد عام الفتح كويس أسلم متأخر عكرمة سبب إسلامه يوم ركب سفينة والسفينة ركبت البحر ومن لمن بيقوا جوا والأمواج اضطربت. طبعا الوقت داك ده منظر انت لو شفته لو يوم سافرت بالبحر ده منظر مخيف جدا منظر مرعب. الجماعة بيقوا بيدعوا في الله المشركين المعاو يا الله يا الله. عكرمة قال لهم ما ناس اللات وين والعزة بيقى بيدعو في اللات والعزة قول لي لا لا دقيقة هنا قول لي إلا الله بس دول المشركين المعوزات قال لهم كده لئن أنجاني الله من هذه لأضعن يدي في يد محمد. قال لهم مدام قصوا البنجي الله جوا البحر ده بر ذاته ما بنجي إلا الله اللات والعزة وديل ما عندهم أي موضوع تاني فربنا نجاو. طوالي مشى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه البنجي في البحر جوا الله. طيب ليه تنادي اللات برا والعزة ومنو وصل ليلة بنادوا أهل البنية
وابويا الشيخ والبتسبق يا واحد قال له يا 99 في القلعة راقدين 99 ناداهم شت وهم راقدين الراقدين ده تاني فيهم حاجة هذول الرقد رقد في الوطن دي ميت تاني فيه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث تاني تكرقت تحت إلا واحدة من ثلاث صدقة جارية تكون بنت لك جامع زي ده ولا عملت لك زير برا هناك بتاع موية صدقة جارية أو علم ينتفع به علمت الناس ولو حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها أو علم ينتفع به أو ولد صالح ولدت لك ولد وربيته بقى صالح مش ولد بقى لك مشرك ولا بقى يباري القبب وماشي من تكية لتكية ومن زريبة لزريبة لا ولد صالح يصلي في الجامع وبيعبد ربه وبيدعو ليه الله سبحانه وتعالى أو ولد صالح يدعو له. طيب إذن يا أخواننا النوع الأساسي من أنواع التوحيد توحيد العبادة لا بد تخلص لله وتجرد من مظاهر الشرك زي الحجبات وانتو هنا ناس خلا وناس بهايم وسعية ما شاء الله تبارك الله دي باب من الأبواب بينفتح وبيدخل عبر الدجالين الدجال يقول لك انت ماشي الخلا ايوه وبهايمك البهايم دي يقول لك العين بتصيب العين لا بد انك تكتب لك لها ورقه تلقى البهيمه كاتب لها ورقه ها طيب وانت ذاتك يقول لك لا بد انك تكتب لك ورقه عشان ما يطقك دابي في الخلا والعقارب الكثيره مع الرمله دي بدايه الرشاشه العقارب بتمرق ايوه ده باب للدجالين ويقول لك علق كمون من العين وفي شباب معلقينه قشره تلقاه حديد صغيرونه كده زي حديده معاه كده معلقينه فرق قشره سايده برضه ده كله يا اخواننا ما بجوز النبي عليه الصلاه والسلام قال من علق شيئا وكل اليه انت بترضى ربنا يوكلك للدلقان ده ترضى ربنا يرفع منك عنايته ويرفع منك رحمته ويرفع منك حمايته ويخليك على دلقانك ده والله تتورط والله تتورط ورطة ومن القصص اللي عجبتني واحد من أهلنا هناك راكب حمار وماشي الخلا بعد شوية جاء واحد من الدجالين اللي داير يلعب عليه أقيف هزول قال له أنا دار أكتب لك ورقة قال له من العقارب والدوابي وكده وأنت بتمشي الخلا وبتضربك قال لي بقروش ولا مجاني؟ وده كان قال لي مجاني كان بربطه لكن بس جنوا جنوا القروشي قال لي بقروش تدفع قال لي لا 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 انا قال لي راكب في حماري ده فوق كان عندك ورقه اكتب لي الحمار ده انا ما انزل ذاته لعقرب تهب انا راكب في حماري ده قال له لا لا الحمار ده ما بيحمي والله وقال له الله اللي بيحمي الحمار بيحمينا انا اما شوف شغلتك دجال ذاته ما عنده موضوع وده قطع معه للنهايه فاذا يا اخواننا قوه توكلنا واعتمادنا على ربنا يخلينا ما نعلق ورقه طيب سؤال لا يذا المعلق الورقه اساله بس سؤال واحد قول له انت الورقه دي رابطه ايوه طيب انت متوكل على الله ولا على الورقه طوال يقول لك على الله ام لا انا والله احنا بس توكلنا على الله انت متوكل على الله امرق الورقه بس امرقه انت متوكل على الورق اربط ورقتك وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه انت ما محتاج لحاجه ثانيه بعدين قلت لهم سؤال ثاني للناس المعلقين الاوراق دي انت لما تخش الحمام مش الاوراق دي هم بيقولوا قران طيب لما تخش الحمام بتخش بيها ولا ما بتخش؟ بتخليها برا لو قال لك بخش بيها تقول لا تخش بالقران القرآن تخش بالحمام يقول لك لا بتخليها برا طيب وقتك جوا الحمام ده اللي بيحفظك منه بيحفظك الله صح وطيب ده بيت الشيطان ذا ترى الحمام ده تقاله بيت منه ده بيت الشيطان ساكن جوا هناك ده محله ذاته طيب انت الشيطان الخايف منه ومركب الورقة عشانه انت بتخش في بيته بدون ورقة ولما تمرق برا تاني مركبه ليه؟
إذا أنت بيته خشيته بدون ورقة. طيب لما أنت مرق برا تاني بركب الورقة ليه أنت؟ إذا كان بيت الشيطان ذاته أنت خشيته ساي. إذن ده كله يا أخواننا من الشعوذة والدجل، كله من الشعوذة والدجل. واحد بيحكي لنا من أهلنا الرزيقات دين، بعدين هو قال لي أنا كنت دجال كبير بكتب الحاجات دي وعندي حيران كتار و بيجي بدق النوبة والنسوان بزغردا مبسوطين وأنا بجي ولابس حجابه، وطبعا هو ممكن يحجب الحجاب ده لكن شغل بتاع الشيطان، ممكن يحجبك على السلالة، ممكن واحد يقول لك والله سكين ما بتاكلني وتجربه ما تاكله ويقول لك ده دين طوالي، لا 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 مهل ما دين ده، ده شغل بتاع الشيطان. فقال لي يا أخي أنا حجباتي دي متأكد منها وما فيها شك، بجربها قدام الناس والناس بلقطوا لي القروش والبياض وكده. فقام يوم قال لي جاني واحد بيحكي لي براه والله، قال لي جاني واحد أنا قالوا من ناسي وترى قال لي زل لابت لي وأنا ما جايب لي خبر، لابس أخضر معاي وكده وماشي ونأزل، لكن زول فيه خير. الشاب ده ذاته أنا بعد زمن اتأكدت إنه ده زول والله فيه خير كبير. خلاص استدرج الزول ده واحدة واحدة، قال لي استدرجني، قال لي يا أخي أنت شغال هسه هنا بتلقط في الحجبات دي 10 جنيه و20 جنيه، شغلنا دي ميتة. قال لي أنت لابد تمشي الخليج، نازل هناك بدوك يا زول قروش ثقيلة جدا، بدك تقعد تلقط فيها جنيهين وثلاثة. قال لي أنا الفكرة عجبتني، قال لي بس بشرط تعمل بيان بالعمل قدام الناس، لو عملته أنا طوالي بوديك الخليج. وزول ده عنده قروش، قال قلت لك كويس. طوالي قال يوم لمينا الناس والحريم جوطة هي الأمانة، هو زول شيخ طريقة. بعدين جيت قال لي وشايل السكين بتاعتي، جيت قال لي مركت السكين وجيت بطعن في رجلي ما في أي حاجة ولابس الحجاب والنسوان بزغرة والرجال بكبروا مبسوطين. قال لي بعد ذاك الزول ذاك ذاته بيجي يقرأ في آية الكرسي ومعه واحد تاني بيأذن. طبعا لما يأذن الأذان الشيطان ماله بيتخارج، شيطان معاه ما بثبت السكين بيطعن كده ذاك بثبته ما في شيء بيحصل. أول قال لي ما بدأ يقرأ وذاك بدأ يأذن، وأنا قال لي شلت السكين وفتح لي كراع وراني هنا ده، شلت السكين وقال لي نزلت في كراعي بقوتي كلها ليه العود السكين، وقال بقيت ضربت الكوراك واقف جنبي بيسوي لي أبو يا شيخ حجابك وينه، أبو يا شيخ شيل الصبر. ولسوء الحظ قال لي المستشفى بنج ما فيها ودوني بنج ما في بخيوته لي فيها بترز وساي، والله بيحكي لي بنفسه اسمه سليمان الرزيقي كويس. بعد ما خيطوه قال لي زولي ذاك ذات واقف جنبي طوالي ساقني، قال لي شغلتك دي فشلت؟ ايوه فشلت ارحم معي. قال لي ساقني قال لي وداني بيته، وبقى يومي قال لي بيقرا لي في كتاب السيره داري يوريه الدين الصح. شغلتك دي قال لي ما نافعه، وانت لو دار قروش قال انا بديك، زول لك مليان يومي قال لي بيطبح لي ديك، الفقراء ما بحبوا الديوك يومي بتبقى له ديك بمزاج. وقال بس بيقرا لي لي انا براي درس له براو بيقرا الكتاب بتاع السيره ده. قال لي لحد ما يوم جه في غزوه احد، وبقى بيحكي وقال له من القتل مصعب بن عمير صحابي جليل، ومن القتل حمزه بن عبد المطلب ده ود عم النبي صلى الله عليه وسلم او عم النبي صلى الله عليه وسلم، واخوه من الرضاعه اخوه من الرضاعه. شوف القوه في الدين دي يعني، وولي صالح ما في كلام. قال له حمزة ده مات مطعون بحربة في أحد، ومصعب بن عمير مات شهيد، وفلان قتل شهيد. قال له لو في حجبات بتحمي ما أولى باديل، مش مفترض تكون ديل؟ قال لي دي طقنة وقعت في راسي. النقطة دي برا قال لي فرتقت العقيدة عندي دي كلها انتهت. فالحمد لله يا سما ما شاء الله هو من أخواننا الدعاة ذاته، وربنا هداه وأصلح حاله الحمد لله. فإذا يا أخواننا يبقى نحن عندنا من أصول العقيدة المهمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، ما نعتمد على ورقة
ولا نعتمد على تراب شايلينه من قبة، ولا نعتمد على عقائد بتاع الشيوخ، ولا أوراق اللي بيكتبوها البخارات. يقول لك اتبخر بيها، بخر بورقة كيف يا أخي؟ ده ما علاج. العلاج تقرأ، أقرأ قراية القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين، كان يقرأ الفاتحة، يرقي بالفاتحة. قال أما علمت أنها رقية؟ الفاتحة رقية، المسحور ده ممكن يجيبوه يفرفر. أقرأ الفاتحة وكرر وأقرأ وكرر وأقرأ، وأقرأ المعوذتين وأقرأ آية الكرسي وكرر عليه ويقوم شديد إن شاء الله تعالى. طيب أخيرا قال في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم دي بس دار أقول فيها كلمات بسيطة أنا وأختم بها. الاستقامة يا أخواننا مطلوبة مننا في بقية أمور الدين بعد ما عرفنا التوحيد. توحيد الأساس، وهو العمدة في قلب الإنسان، أساس الدين وقاعدة الإسلام التوحيد. بعديها لا بد من الاستقامة على أمور الدين. نستقيم في لساننا، نتحرى الصدق في الكلام، والصدق في المعاملة، والصدق في التجارة، في تجارتنا، في معاملتنا نكون صادقين. انت لو عندك بيعة بين العيب بتاع السلعة بتاعتك، وضحها عديل. داير تبيع لك غنماية ولا بقرة ولا بعير، بين للزول وريه وقول له والله البعير ده رجله الورا دي مكسورة، البقرة دي عمورة كده، الغنماية دي بتلد كده، بتتاوم ولا ما بتتاوم، بين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أول ما تبين أنت تقول له والله السلعة دي كده يا زول، ما بقوش عليك أنا، الميرك ده مكسور توريه عديل، الأرض بتاعتي دي واطية بتغرق في الخريف، ما تبيع ساي. تقول له والله أريد عالية وسمحة، الله بيجيب كده، ما تكذب. تقول له والله الأرض دي واطية والمويه من تكتر بتغرق ومحصولك ده ما بينجح، والرزق ده داري يشتري يشتري، ما داري يشتري خليها. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. طيب قال: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا بد يا أخوانا من الاستقامة على أمور زي دي. الإنسان حامل الدعوة وحامل العقيدة لا بد يكون مستقيم في سلوكه وفي أخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام على السوق وأدخل يده في طعام، في قمح تعزول، دخل يده فيه فوجد فيه بللا من جوا وبرا ناشف، خات الناشف بفوق وجوا لين. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني صبت فوق المطرة. قال: هل لا جعلته من فوق؟ اللين دخل لي فوق حتى يراه الناس. قال: من غش فليس منا. إذن يا أخواننا فاستغم، نتحرى الصدق في معاملتنا، نتحرى الصدق في تجارتنا، كذلك نتحرى المعاملة الطيبة والحسنة في بيوتنا. فعامل النساء معاملة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم. أحسن لها، فأطعمها إذا طعمت، واكسوها إذا اكتسيت، وأحسن إليها في البيت. وما تبقى زي الزول مع الرجال برا أخلاقه سمحة، تعامله جميل، لكن لما يخش البيت بيبقى سيء جدا، يضرب ويلعن ويسب ويشتم. ولذلك حديث طويل بتاع السيدة عائشة حكته، إنه في 10 نسوان يتكلم عن أزواج، طويل الحديث، أي واحدة بتتكلم عن راجلها، وحدات بشكرا وحدات بنبزا. فواحدة منا إن بتذكر في راجلها قالت: إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. دي بتشكر فيه ما بتنبزه. قالت: إن دخل فهد، لأنه الفهد لما نيجي في بيته وديع ولين وهين بيكون راقد،
وإن خرج أسدا مع الرجال راجل ذكر راجل ذكر زي الأسد شجاع كريم فحل مع الرجال برا، لكن لما نخش البيت مع زوجته شنو؟ زوجته تبتوري زي عضلاتك، انت شايل عكازك للمرأة؟ العكاز ما بشيله للمرأة، شيله للرجال برا هناك، ولكن مع الحريم جوا شنو؟ لين وهين. قالت وإن دخل فهد ولا يسأل عما عهد، كان مشى ادى حاجة ما بيجي بحقق معه كثير، في 10 جنيه أنا خطيتها هنا، الشال منه وجر له عكاز وضرب ده ولا يسأل عما عهد، خليك هين معهم، مشوا أمورهم، ما هي زرت في البيت ودار لها حاجات وجو ضيوف داخلين عليها، يعني ما تكرم ضيفة؟ تناولت لها 10 جنيه رسلت الولد جاب لها عصير من الدكان، ما خلاص ولا يسأل عما عهد، مشوا أمورك في البيت. إذن يا إخواننا فاستغم، لابد من الاستقامة على مثل هذه الأمور، والإنسان يتميز بالخلق الحسن في بيته وبر البيت. طيب أيضا فاستغم، نحن نعين زوجاتنا على الحجاب الشرعي. ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اعملا شنو؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ابن حجر قال الإدناء من أعلى إلى أسفل، يدنين عليهن من جلابيبهن. لما الواحدة تشيل هديمة من فوق وتنزل عليه لتحت غطت جسمها كله، وده الحجاب الشرعي يستر جميع البدن. فعليكم أيها الكرام أعينوا زوجاتكم وبناتكم على الحجاب الشرعي، ما يطلع في الشارع متبرجات متزينات فاتنات، واحدة تطلع في كامل زينتها وتلبس الملابس الضيقة وتفتن الرجال، ما يجوز يا أخواننا ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، ديل من أهل النار وكانوا في عهد النبي ما في، لأنه تبرج كان ما في. قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، زي سنام البعير المائلة، تمشي في الشارع تتبختر كده، سرح شعرها تقبقب لفوق وتتبختر في الشارع. كاسيات يعني لابسات هدوم لكن في الحقيقة عاريات، هدوم ما بتسترين. مائلات يعني هم بتمايلا في مشيتهن، أو مائلات عن الصراط المستقيم. مميلات لأنه بميلا بك أنت. المرأة لما تتزين وتمرك في الشارع يشوفها الرجال بتميل بهم، بتخرب أخلاقهم يعني بتفسدهم، زي ما الآن الناس شايفين واقع في الجامعات السودانية وأولادنا اللي بيمشوا. لابد يكون بناتكم محصنات، والله الذي لا إله غيره، وأنا على تجربة كاملة وأعرف الجامعات ودرس فيها وأعرف الحاصل. والله بنتك لو خرجت إلى الجامعة ودرست، لو أنت خليتها، والأفضل أنت ذاته لو زوجتها أديتها لو حلال من بدري وقعدها في بيتها يكون أفضل. ولو مشت ودرست، وأنا لا أحرم كل أنواع الدراسة، لكن لو مشت ودرست لو ما كان عندها دين يحميها وعندها حجاب يسترها، والله قل من تسلم. قل، شوف كلمة قل دي خد تحتها كم خط، قل من تسلم. هناك الشباب زي الذئاب، والبت ذات في نفسها في خلقتها وفطرتها تميل إلى التزين والتجمل. ربنا قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، من صغيرة بتحب تكشر كده وعاملة شعيراتها كيف وعاملة شنو، أص طبيعتهم كده، يلا تخليها تمرق وما في رقيب، لا أخوها جنبها لا ود عمها جنبها لا أبوها لا محارمها، وقاعدة براها وساكنة في داخلية، مرقت بيتين جات بيتين مشت مع منو بترجع مع منو، قاعد تبيت وين انت ما عارف حاجة، بس بتجيك من كل عيد راجعة ولك أجزوا لينا وانت ما جايب خبر. وإن كانت مربية ومؤدبة وإلى آخره، انت ما تأمن، القلوب بتتقلب والفتن كثيرة ما بتأمن. ولذلك الإنسان يحصن نساءه، هذا أيضا يدخل يا أخواننا فيه. واستغم كذلك، نستقيم على الأمور العظيمة، الصلاة في المسجد، ربنا من عليكم بهذا المسجد، صلوا في المسجد،
حافظوا على هذه الصلوات. ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يلقى الله غدا، يعني يوم القيامة، وهو راض عنه، قال: فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أول ما أذن الأذان تعال المسجد، أشهد صلاة الجماعة مع المسلمين. كذلك واستغم، يدخل فيها أن يسعى الإنسان في تعلم العلم الشرعي. ولو ما قدرت أنت الآن مشغولياتك والأسرة بتقوم عليها، أبعث أولادك علمهم القرآن، وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم العلم الشرعي، عشان أنت لو ما ساهمت بنفسك ساهم بولدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن جهز غازيا فقد غزا. ولدك الصالح ده اللي مش يتعلم القرآن ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يعلم الناس، تلقى أجره أنت. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ القرآن ألبس والداه يوم القيامة تاجا من ذهب. دي هينة يا أخواننا، أنت لو علمت ولدك القرآن يوم القيامة يكرموك، يلبسوك تاج من ذهب عند الله يوم القيامة. فهذه يا أخواننا منا عظيمة، فنستقيم على هذه الأمور وعلى غيرها من أحكام الدين ومن شرائع الدين ما ذكرنا وما لم نذكر. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. وبعد ذلك إن شاء الله على أسئلة شيخ مزمل بيكم وتطرح عليه الأسئلة لو عندكم استفسارات وأسئلة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.